أيها السادة والسيدات، أهلا بكم. أولا وقبل كل شيء أعتذر عن النقص في اللغة العربية، لأنني لن أتكلم جيدا هذه اللغة، ولكن سأحاول وسأعمل ما في وسعي لكي ألقى الكلمات لكي تفهمونني. أريد أن أتكلم عن المقابلة التي ستجري ما بين الفريقين، الفريق المصري والفريق الجزائري، المقابلة لتسمح للتأهل إلى كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. فقد كلام كثير يقال من جهة ومن جهة أخرى، وأنا لاحظت بأن الصحافة المصرية تنشر كذبات، كذب كذب، أخبار خاطئة وأخبار فاضحة عن الجزائريين. فهذه المقابلة خرجت عن نطاقها. فرجعنا أن نتكلم تاريخ، رجعنا أن نتكلم سياسة، رجعنا أن نتكلم أخلاق، وأنا قد كنت متأسف جدا عندما عبر القناة الفضائية شاهدت المحترم ما بين قوسين عمرو أديب وكذلك الآخر عبدو مصطفى عبدو يتكلمان عن الجزائريون كلام ده نيفو تري تري با، يعني مستوى أسفل، كأنهما يتكلمون في مقهى بالرنجيلة مع صديقه، وليس يتكلم عن عبر القنوات الفضائية مع ملايين الناس. وأنا Je suis convaincu que vous avez vu ces vidéos. يعني أنا متيقن بأنكم شاهدتم هذا الفيديو عبر الإنترنت وما يقال. أولا يا عمرو أديب، أنت قلت بأن مصر من خلال جمال عبد الناصر بعثت دي كوبيرون تكنيك، يعني دي أستاذ في اللغة العربية لكي يعلمون الجزائريين هذه اللغة. فأقول لك يا عمرو أديب بأن جمال عبد الناصر بعث للجزائر مصريين ليس لهم علاقة مع لونسينيومون، مع التعليم. معظمهم كانوا كوردوني، يعني يصنعوا الحذاء، ولا أو دي سيرفر، يعني يعمل في مقهى، وأتوا للجزائر لكي يعلمون اللغة العربية. فهذا تستطيع أن تبحث عنه، وهذا صحيح، يعني ما لأن نحن اللي شفنا هذا، اللي عشنا هذا الشيء. ثانيا، قلت بأن مصر أم الدنيا، هي بدون مصر أي بلد عربي لكان حرا حاليا. فهذا يعني ضحكت عندما سمعتك تقول هذا. مصر هي اللي حررت كل البلدان الإفريقية وخاصة الجزائر. أعلمك يا أمر أديب، وأعلمك يا مصطفى عبدو، بأن الجزائر حررت بالجزائريين. مصر قد
إعانة الجزائر، ولكن إعانة مصر بعيدة جدا عن إعانة يوغوسلافيا، بعيدة جدا عن إعانة تونس، بعيدة جدا عن إعانة المغرب. هذا باش يكون في علمك. وحتى الجزائريون ذهبوا إلى القاهرة، استقبلهم جمال عبد الناصر ففرض عليهم أشياء، حتى هذا المجاهدون ذهبوا من مصر إلى تونس، وفي تونس ألقوا المساعدة الذين يطلبونها. هذا من أجل التاريخ، ووضح لك في العالم بأسره لحد الآن يوجد ثلاث بلدان الذين حرروا نفسهم بالسلاح، ثلاثة فقط، ثلاثة بلدان الذين خرجوا الاستعمار بالسلاح، وهم كوبا، الفيتنام، والجزائر، حبة من حبة وكرهة من كرهة. هذا يعني من ناحية التاريخ. السياسة لديكم كيف اسمه حسني مبارك، ولدينا بوتفليقة، فنفس لو ميم كاليبر يعني. فحنايا بالنسبة لنا هذا الأشخاص معمولين هنا، فيه ملتي ناسيونال، العالم بأسره سيت اون ملتي ناسيونال، يعني ما نعرفش كيفاش نقولها باللغة العربية. الرئيس تاعها هو الولايات المتحدة، هو اللي يعمل ما يشاء، ولا حسني مبارك ولا بوتفليقة يقررون في أي شيء. هذا باش يكون في فهمك. فإنهم ك دي ماريونيت يعني، وهذا في كل البلدان العربية يعني، ما فيهاش، اتفقوا العرب لا يتفقوا. إذن في السياسة لا داعي أن نتكلم، لأننا كل العرب وإفريقيا وحتى بلدان في أوروبا وأمريكا الجنوبية ليس لها دورا تماما في كل المواقف التي تؤخذ من رئيس دولة أو ملك. فهذا ليس هو الذي يأخذ القرار، وإنما يأتي من البنوك وغيرها. أما عن الرياضة، الرياضة هذا هو الشيء الهام. الرياضة، الفريق المصري كان في الماضي حتى 2008 فريق لا بأس به، وأنا أحيي اللاعب الكبير وأقول له يعني شابو با، ما نعرفش كيفاش، لأبو تريكا. أبو تريكا هذا اللاعب اكزومبلير، هذا اللاعب لا مثيل له. هذا اللاعب المتأدب، ولاعب تقني، لاعب ماهر، لاعب يشرف الكرة المصرية. وتحياتي كذلك لشحاطة، شحاطة الذين أنت يا عمر أديب قد قال لك، شفت في الفيديو، يخرب بيتك. لماذا؟ لأنك قلت له بأن دخل الفريق مع بناته. مشكل أنت يا عمرو أديب، فريقك لن تحبه. إذا تحب فريقك لن تتعامل معه كما تعامل. وإذا قال لك يخرب بيتك، فكان لديه حق، لأنك في أي وقت فريق الوطني يحتاج إلى أولاد بلاده في وقت الأزمة.
فهذا الفريق المصري كان في أزمة ومشاكل بنات وسرقة، وأنت تزيد عليهم ب ب ب وتنشر في الجرائد الإفريقية تقول بأن الفريق المصري كذا وكذا وكذا. أنت يا عمرو أديب راك ضد فريق المصري. إذا تحياتي الخالصة للأخ شحاتة الذين قلتم أنتم المصريين بأن إذا الفريق المصري نجح في 2006 و2008 فهذا خاصة بعامل الذي كان قبل شحاتة. فشوف يعني كيفاش اللسان، هذا اللسان اللي عندك ومثلك من المصريين يتكلمون على الرجل الأول للفريق الوطني. إذا هذا الكلام صح في 2006، فشحاطة لقى كل شيء واجد، ولكن 2008 عامين من بعد الفريق المصري كان بطل إفريقيا في 2008. إذا هذا كله غاس شحاتة. شحاتة هو الذي صنع هذا الفريق. وأقول لكم فريق مصر حاليا فإنه في الهبوط، أدم عليه، فالآن صاروا شيوخ، ولا بد أن المصريين أن يفهمون أن الآن الجزائر ستذهب يعني بدون شك. يعني هذه مقابلة تاع مصر الجزائر في مصر فهي زائدة، يعني ما لا محالة لها، لأن الفريق الجزائري سيذهب لينتصر، موش التعادل، ما ناش رايحين للتعادل، لننتصر، ما فيها الشك، هذه ما فيها حتى شك. الشك هو يعني انت، يعني يا عمرو اديب ومصطفى عبدو، عندكم شك كبير، ولهذا يعني تخترعون كذب عن الجزائريين والفريق الجزائري. وكلنا نعرف بأن هذا يعني كل ما قلت على الجزائر فهذا خطأ وكذب ولا محالة له. ربما تقول بأن ستدخل في الحرب البسيكولوجية. حرب بسيكولوجية تتكلم عن المقابلة، أنت تتكلم عن التاريخ وتزور التاريخ، التاريخ الجزائري، أين ناس ماتت، ناس ضحات، ما كانش جزائري ما عندوش واحد في عائلته مات من أجل الوطن. فأرجوك لن تتكلم عن الثورة الجزائرية هي التي هي رمز، التي هي عظيمة جدا، ولابد عليك أنت كعربي وكمسلم تفتخر بهذا باستقلال الجزائر. حتى العدو من يعني ذاك فرنسا في مقال كلها قالت بأن المحاربون الجزائريون شجعان، وحتى الجنرالات تكلموا على العربي بن مهيدي وقالوا إذا عندنا 10 من العربي بن مهيدي في فرنسا فقد نكون من أحسن دولة في العالم. فلهذا pour le respect de la mémoire de ces، يعني باحترام ذاكرة هذا المجاهدين، أرجوك لن تتكلم مثل ما تكلمت. وأنا متأكد لن تخمم ماذا تقول، فإنك هزيمة فريق الوطني المصري لذهاب إلى إفريقيا يخليك أن تخرج من الهامش وتتكلم كلام
لا محل له. فهذا ما لدي أنا أقوله، وتحياتي مرة أخرى إلى أبو تريكا، وأقول لك أبو تريكا سيسجل هدف، ولكن إلا أبو تريكا فقط هدف واحد، ولكن الجزائر ستسجل في مصر أهداف، ولكن أبو تريكا سيسجل هدف، ونقبل بفرح وسرور أن أبو تريكا، لأنه رجل طيب خارجا عن الكرة، فرجل رجل يعني لن ألقى الادجكتيف، يعني الكلمة التي تناسب هذا الرجل الممتاز الذي أنا أحبه كثيرا، وأحب لعبه وتصرفاته، وعندما يتكلم مؤدب وإلى أخ شحاطة، وإذن وكذلك إلى اللاعبين كل تاع الفريق الوطني المصري، وإلى أخ شوبير الذي أتى هنا الجزائر، والذي نحبه كثيرا لأنه إنسان متواضع وإنسان محترم، يحترم الناس والناس تحترمونه تحترمه أعتذر مرة أخرى. فهكذا للإخوان المصريين، حدث ما حدث فهذا يدخل في الحرب البسيكولوجي، حرقوا قميص إيجيبت، فهذا حتى شيء، فعملوا صورة بنات في عوضا عن الفريق الوطني، يعني فتيات حلوات، يعني فو ريكونات كز ils ont mis de très très belles filles donc pour pour l'équipe nationale égyptienne. انا اضحك عندما ارى اشياء هكذا، ولكن لن il faut pas qu'elle dépasse la raison، لان هذه مقابلة فقط، مقابلة رياضية فقط. إذن أشكركم وأشكر المنتخب المصري الذي قد وصل إلى النهاية وأدم عليه، ومن في 14 نوفمبر إن شاء الله الفريق المصري يدخل في التاريخ، لأنه نهايته تكون هذا اليوم، وأنتم المصريين لابد عليكم أن تشجعوا الفريق الوطني الجزائري، لأنه من أحسن أفريقيا في إفريقيا ولربما في العالم، وسترون ذلك خلال نهائيات كأس العالم التي ستجري في إفريقيا، في إفريقيا جنوب إفريقيا. إذن شكرا على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء في فرصة أخرى إن شاء الله.